بسم الله الرحمن الرحيم. أريد في البداية، طبعا حديثي بيكون حول أهمية هذه الصناديق التأمينات الاجتماعية ودور الاستثمار في تنمية ونمو وتنمية مثل هذه الصناديق، ولكن اسمحوا لي أن أطرح 3 أو 4 أسئلة لعلها تساعدنا جميعا على معرفة ما يحدث في هذه الصناديق ذات الأهمية في مجتمعنا، ولعلها تساعدنا لمعرفة الأسباب. هل هناك فعلا أزمة تعاني منها التأمينات الاجتماعية؟ أولا دعونا نتساءل، هل يعاني الاقتصاد البحريني من أزمة مالية فعلية؟ أنا أعتقد الجواب صحيح، نعم، منذ نهاية 2014 وبسبب تدهور أسعار النفط دخل الاقتصاد البحريني في وضع مالي صعب. حدث منذ نهاية 2014 وبسبب تراكم العجز المالي ومن ثم الدين العام، اتخذت الدولة أو انتهجت الدولة سياسة مالية تقشفية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك باختصار الدولة لتغلب على العجز المالي المتراكم بدأت بتقليص أو بخفض المصروفات العامة. هذه المصروفات العامة تم خفضها أو اتباع خفض هذه السياسة، هذه المصروفات التي اعتبرت الحكومة سبب لزيادة العجز المالي بسبب انخفاض أسعار النفط. انخفاض المصروفات تمثل في مثل ما نعرف مراجعة للدعم الحكومي، خفض توظيف في القطاع العام، والآن أعتقد فيما يلاحظه الكثير من المحللون الدعم لمثل التأمينات الاجتماعية تم إعادة مراجعتها من قبل الدولة. السؤال الثاني، هل نجحت السياسة الاقتصادية في تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد منافس قادر على مواجهة التحديات؟ احنا لا نتكلم عن السياسة الآنية، السياسة الاقتصادية أو النظام الاقتصادي بالأحرى منذ السبعينات عندما صار هناك طفرة في أسعار النفط وتغير الاقتصاد البحريني بسبب التدفقات المالية. فماذا حصل في هذه التدفقات المالية منذ منتصف السبعينات عندما حصلت الطفرة النفطية للآن؟ هل هذه السياسة الاقتصادية ساعدت في خلق مؤسسات اقتصادية متينة قادرة على مواجهة تقلبات المتغيرات الاقتصادية التي قد تحدث؟ أنا أعتقد هناك في قصور للإجابة على، وأترك الإجابة لكم طبعاً، ولكن باختصار قد أجيب أعطي إجابة قصيرة لهذا التساؤل. أنا أعتقد هناك في قصور في السياسة الاقتصادية أو في النظام الاقتصادي بشكل عام، حيث أكبر دليل على ذلك منذ بداية السبعينات ونحن نسمع على سياسة تنويع مصادر الدخل، ولم تحقق هذه السياسة لو كانت هذه السياسة تنويع مصادر الدخل نجحت، أنا أعتقد لتم الاستغناء أو تنويع مصادر الدخل في البحرين، ولو لم يكن هناك يعني أزمة مالية بسبب تدهور أسعار النفط. لو نجحنا في تنويع مصادر الدخل بيكون عندنا قاعدة إنتاجية كبيرة وبيكون مصادر الدخل متنوعة، وحتى لو انخفض أسعار النفط
لا لم يكن سوف لن يكون هناك يعني تأثير سلبي على الاقتصاد البحريني، ولكن نحن نعيش تداعيات فشل السياسة الاقتصادية. السؤال الآخر أعتقد أجبت عليه، كيف تعاملت الدولة مع الأزمة الحالية المتمثلة بتدهور أسعار النفط؟ أعتقد أجبت عليه بسياسة باتباع تغيير السياسة المالية واتباع سياسة تقشفية. قبل أن أبدأ في حديث بعد دعوني أن أذكر نقطة مهمة، يعني السياسة المالية عندنا في البحرين لعلني أتجرأ بالقول مع الأسف هي الأداة الاقتصادية الأهم في النظام الاقتصادي في البحرين. السياسة المالية، الدولة عادة في كل الدول في كل المجتمعات لديها أدوات اقتصادية تؤثر على النشاط الاقتصادي، على الاستثمار، على القدرة التنافسية، على الانتاجية، ومن خلال هذه الأدوات تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام. نحن عندنا أداة اقتصادية يعني الوحيدة قد تكون مؤثرة وهي السياسة المالية، والمتمثلة في بالضبط في المصروفات، أو بالأحرى في كيفية في الكيفية التي تقوم بها الدولة في توزيع الإيرادات النفطية. فإذا على سبيل المثال كلما زاد الإيرادات النفطية كلما زادت التدفقات المالية من قبل الدولة، كلما زادت المصروفات العامة، وكلما ينتظر الوحدات الاقتصادية بشكل عام، القطاعات الاقتصادية بشكل عام ينتظر كم تقوم الدولة بضخ الأموال، وبمصطلح آخر ما هي حجم المصروفات العامة. فكلما كانت المصروفات العامة ضخمة يعني في تدفقات مالية ضخمة في الاقتصاد، ينتعش الاقتصاد، تنتعش القطاعات، وهذه المصروفات تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية والتي هي معتمدة على أسعار النفط. فعندما فهذه السياسة فهذه الأداة هي الأداة الوحيدة الاستراتيجية التي من خلالها تعتمد الدولة على تؤثر الدولة على النشاط الاقتصادي. هذه مقدمة لعلها تساعدنا على معرفة الأسباب الحقيقية لما الوضع المالي أو الاستثماري أو الأزمة التي يعاني منها، إن كانت هناك أزمة تعاني منها التأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية، صناديق التقاعدية، هذه الصناديق بشكل عام ليس في البحرين فقط تلعب دورا محوريا وفعالا في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول محدودية الموارد الاقتصادية. السبب لأنها تتمتع هذه المؤسسات بموارد مالية ضخمة يعني تساعد في دعم البنية التحتية، في مشاريع البنية التحتية، تساعد في ضخ حتى حجم السيولة في الاقتصاد، لأنها تتمتع بموارد مالية ضخمة. بيد هذه المؤسسات نسبة كبيرة من المدخرات الوطنية المتمثلة في اشتراكات الأفراد، طبعا مشمولين بأحكامها، حيث تقوم باستثمار هذه المدخرات. تستطيع هذه المؤسسات أن تستثمر هذه المدخرات والمساهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية ومساعدة الدولة في تحقيق حتى الرؤية الاقتصادية، وتساهم في خلق فرص عمل، زيادة الإنتاج والتصدير، ورفع معدل النمو الاقتصادي، فضلا عن توفير الحماية والأمان لمدخرات الأفراد ودعم شبكات الأمان الاجتماعي. يعني هذه المؤسسات مثل ما قلنا قبل شوي تلعب دورا هاما في بناء المجتمع واستقراره، والعمل على دعمه اقتصاديا كونها أصبحت ضرورة حتمية في حياة المجتمع. فعندما تقوم يعني تفشل هذه المؤسسات
في دعم العملية التنموية هناك خلل في الإدارة التي تدير هذه المؤسسات. وعندما نرى بقلة استثماراتها في المشاريع التنموية، هناك خلل في هذه المؤسسات، لأنها ما هو المرجو من المطلوب من هذه المؤسسات أن تقوم بهذا الدور الحيوي في دعم العملية التنموية وفي خلق فرص عمل. السبب لأنها تتمتع بموارد مالية هائلة ضخمة. هنا في البحرين أصبحنا منذ سنوات نسمع عن إفلاس صناديق التقاعد، أو أنها وبناء على دراسات اكتوارية، وهذا الأهم والأخطر، مهددة بفقدان قوتها المالية. بدل ما كنا نتوقع أن تلعب دور نشط في العملية التنموية، أصبحنا نسمع بالعكس. طبعا احنا لا يعني ذلك أن هذه المؤسسات غير معرضة للإفلاس، لا، معرضة طبعا، ولكن مثل ما بذكرها بعد شوي، يجب لأهميتها يجب معرفة الأسباب، وما هي الأسباب التي أدت إلى إفلاس هذه المؤسسات. فأصبحنا نسمع يعني بإفلاس هذه المؤسسات وبفقدان قوتها المالية، وستكون عاجزة عن دفع معاشات متقاعدين. هذا الأمر في الواقع يقلقنا جميعا، وخاصة الموظفين المتقاعدين بل أسرهم. الخوف على مدخراتهم، هذه مدخرات، والمدخرات الوطنية تلعب دور في الاستثمارات. إفلاس هذه المؤسسات يعني يعطي دلالات كثيرة: فشل الاستثمارات، النهج، الطريقة الاستثمارية لهذه المؤسسات، ويعني أيضا مثل ما نعرف تدمير الوضع المعيشي للمتقاعدين وأسرهم، خاصة أن النسبة الكبيرة، خلينا نقول يمكن 90%، اعتمادهم على المعاش التقاعدي كمصدر دخل رئيسي. السؤال الآخر الذي يجب أن نطرحه، وبناء على هذه المقدمة، هل حقا يمكن للصناديق التقاعد التأمينات الاجتماعية أن تصل إلى حالة الإفلاس وتكون عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ويصبح كل هؤلاء المتقاعدون الضحية؟ نظريا يمكن القول، بين قوسين يمكن القول، أو يمكن طمأنة الجميع، بين قوسين أعيد وأكرر، بين قوسين يمكن طمأنة الجميع بأن الإفلاس قد نظريا قد لا يحدث أبدا لمثل هذه الصناديق، لأنه أولا يفترض أن العملية التنموية الاقتصادية، الاقتصاد، نظام الاقتصادي، العملية التنموية مستمرة، وأن هناك نموا اقتصاديا يضمن استمرارية الاشتراكات الموظفين، ويضمن ويخلق فرص عمل، لأن هذه المؤسسات تعتمد على قاعدتين أساسيتين، هو استمرارية أن الاقتصاد متين ويخلق فرص عمل، ومن ثم هناك اشتراكات، وثانيا شيء آخر أن هذه الإدارة التي تدير هذه الاشتراكات لها المعرفة التامة والقدرة على استثمار هذه الأموال. فنظريا يمكن القول أن بناء على وجود اقتصاد نشط وفعال، وبناء على وجود إدارة قادرة لها المعرفة التامة في استثمار هذه الأموال، يمكن القول بأن هذه المؤسسات لا يمكن أن تصل إلى حالة الإفلاس. وثانيا وهو الأهم التي يأتي لطمأنة الجميع، وهو الأهم، أنه من الصعب على أي دولة كانت أن تقبل أو تتحمل نتائج الإفلاس لمثل هذه المؤسسات،
لأنه باختصار قد يؤدي إلى فوضى اجتماعية اقتصادية، ولا يمكن أن أي دولة كانت أن تقبل بفوضى اجتماعية وسياسية. فلا يمكن لأي حكومة كانت في أي بلد كان بأن تسمح بانهيار أو حتى بضعف الصناديق الاجتماعية، ومهما كان السبب فالدولة هي مسؤولة بدرجة أساسية عن أي عجز أو إفلاس في هذه المؤسسات. أهمية هذه الصناديق هي نظام تقاعد اجتماعي يشكل حلقة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي التي لا نمو مستدام من خارجها. لا يمكن أي دولة أن تحقق تنمية مستدامة خارج هذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات هي الدولة تضمن من خلال نظام اقتصادي قوي، تضمن خلق فرص عمل وتضمن موظف فرص عمل للمجتمع، لأفراد المجتمع، وبعد سن 55 أو 60 تترك المجال لمثل هذه المؤسسات أن تتكفل بالموظفين الذي يصل أعمارهم إلى 55 بفضل النظام الاجتماعي. لازلنا في أهمية هذه الصناديق. إن أمان الشيخوخة والتغطية الصحية بعد سن التقاعد يشكلان عنصر استقرار للقوة العاملة وللقوة الانتاجية بما فيها صاحب العمل. فمعنى ذلك أن الإفلاس يعني تدمير وضعهم المعيشي، خاصة وأن أكثرهم يعتمدون على المعاش التقاعدي كما ذكرنا. فهذه المؤسسات وجدت لرعاية الموظفين والعاملين وتوفير لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل، أما بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، إضافة إلى توفير العناية الطبية للمصابين منهم بإصابات عمل وتقديم التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. وهذا جزء من النظام الاجتماعي الذي تعمل الحكومات على رعايته وتنفيذه. المطلعون على واقع الصناديق الاجتماعية يعرفون تماما بأن هذه المؤسسات مثل ما قلنا وجدت لرعاية الموظفين والعاملين وتوفير لهم ولأسرهم حياة كريمة، ولذلك مطالبة هذه المؤسسات باستمرارية وجود السيولة وباستمرارية ديمومة مثل هذه المؤسسات. تعتمد مثل ما قلنا تعتمد هذه الصناديق أو التأمينات الاجتماعية في عملها بشكل أساسي، وكما ذكرنا قبل شوي، على الاشتراكات التي يدفع الموظفين وأصحاب العمل اللي هو الحكومة، وتمثل هذه الاشتراكات نسبة من الراتب الأساسي. ففي البحرين مثلا يدفع 6% الموظف و 12% من راتب الحكومة، تدفع 12%. وعلى هذا الأساس فإن هناك حقيقتان في غاية الأهمية، وهو أولا أن الموجودات والاستثمارات وكذلك السيولة في هذه الصناديق تكون هائلة مقارنة بكثير من المؤسسات المالية الأخرى. الأمر الآخر، أموال هذه الصناديق هي في الواقع أموال الموظفين، أموال المتقاعدين، وهم وعلى ذلك هم الأحق في معرفة الكيفية التي تدار بها هذه الأموال ومجالات استثماراتها. ولذلك في كثير من البلدان مثل ما قلنا قبل شوي، معرضة هذه المؤسسات للإفلاس ولأخطاء ولتغيرات اقتصادية. ولذلك في كثير من البلدان عندما تكون هذه الصناديق في وضع مالي صعب، يفتح تحقيق شامل وشفاف في إدارة أصول وفوائض هذه الصناديق، سبب للوقوف على أي تقصير أو اختلال في عملية إدارة الأموال والممتلكات، ولمعرفة هل هناك الطريقة الاستثمارية أو السياسة الاستثمارية لهذه المؤسسات كانت فعالة أم لا، لأن هي عملية إدارة هذه الأموال. إذا أخذنا هذه الأموال وهذه الإدارة على سبيل المثال كانت فاسدة مثلا، لعب فيها الفساد المالي الإداري أو المالي، لم تستطيع مثل هذه المؤسسات في تحقيق
أهم عنصر في هذه، وهو ديمومة واستمرارية هذه المؤسسات. إن نجاح واستقرار هذه الصناديق يرتبط بشكل كبير، يمكن استخلاص النتائج هذه، أولا الوضع الاقتصادي للدولة، لا يمكن لهذه المؤسسات أن تستمر في ظل وجود ركود اقتصادي، لأن وجود ركود اقتصادي على سبيل المثال الاقتصاد لا يخلق فرص عمل، ومن ثم هذه المؤسسات بتعاني لأن فرص عمل غير موجودة وضعف، ومن ثم ضعف الاشتراكات. ثانيا بوضع سوق عمل بشكل خاص يرتبط بوضع سوق العمل، يعني على سبيل المثال إذا سوق العمل غالبية من العمالة الأجنبية، نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية وهم غير مسجلين في هاي، فأغلب فرص العمل الذي خلقها الاقتصاد تذهب إلى عمالة أجنبية، ومن ثم هذه النسبة كبيرة من الاشتراكات، أو هذه المؤسسات تفقد نسبة كبيرة من الاشتراكات. الشيء الثالث اللي يعتمد على هذه المؤسسات الكيفية التي يتم بها، مثل ما قلنا الكيفية التي يتم بها استثمار الفوائض المالية للصندوق، وكذلك الكفاءة الإدارية لمجلس الإدارة ومدى قدرته على منع سوء استخدام أموال الصندوق ومنع أيدي المفسدين من الوصول إليها، إضافة إلى عوامل أخرى لا تقل أهمية مثل نظام التقاعد المعتمد الذي يضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزامات المالية من خلال أن يكون عدد المساهمين قادر على تغطية التزامات المستفيدة. إن استقرار ونمو الاقتصاد الوطني يعني زيادة زيادة التوظيف، يعني أيضا ارتفاع الأجور والرواتب، يعني أيضا زيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد. لا تقول لي في اقتصاد يعاني من صعوبات مالية ومن صعوبات اقتصادية هذه الصناديق قادرة على الاستمرار، إلا ممكن إذا كانت هذه السياسة الاستثمارية نجحت في تعويض نتائج السلبية للوضع الاقتصادي ولفترة معينة، ومن ثم زيادة بهذه الطريقة يستقوى الصندوق ماليا وتتعزز قدراته على الوفاء بالالتزامات المالية. إن استمرارية اشتراكات العمال والموظفين يعتبر شرطا أساسيا لضمان ديمومة هذه المؤسسات، فكلما ارتفع عددهم كلما ارتفع حجم رأس المال الصندوق، ولا يمكن ضمان ارتفاع عدد المشتركين وزيادة اشتراكاتهم إلا من خلال اقتصاد مستقر مزدهر يحقق معدلات نمو المطلوبة وله قاعدة إنتاجية متنوعة وقادرة على خلق فرص عمل في مختلف القطاعات. وعلى ذلك يمكن القول أن العدو الأول لاستقرار واستمرارية صناديق التقاعد هو ضعف الاقتصاد الوطني، فعندما يمرض الاقتصاد ركود اقتصادي ويكون عاجزا على خلق فرص عمل للموظفين، أو أن الدولة تعاني من انخفاض في إيراداتها العامة وتعجز عن تمويل وإسعاف هذه الصناديق، فالنتيجة الحتمية ستكون عجزا ماليا لهذه الصناديق. ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للدولة فقد يتفاقم العجز إلى إفلاس، وفي مثل هذا الوضع، هذه هنا خطين، وفي مثل هذا الوضع لن تكون صناديق التقاعد لوحدها في جدول المؤسسات المفلسة، وإنما العشرات بل المئات من الشركات العامة والخاصة. العدو الآخر لاستمرارية هذه الصناديق هو سوء استخدام الفوائض المالية، الفساد الإداري، بين قوسين الفساد الإداري، حيث أن حسن توظيفها من خلال عملية استثمارية مدروسة يساهم في تنويع مصاري داخل الصندوق ويحميها من الإفلاس. الفساد المالي في مثل هذه المؤسسات يؤدي إلى تآكل مواردها المالية وانهيارها. هذا ما لزم مني، الوقت ضيق، وشكرا لحسن سماعكم. قاعدتين أساسيتين هو استمرارية أن الاقتصاد متين ويخلق فرص عمل ومن ثم هناك اشتراكات، وثانيا شيء آخر أن هذه الإدارة التي تدير هذه الاشتراكات لها المعرفة التامة والقدرة على استثمار هذه الأموال. فنظريا يمكن القول
أن 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 بناء على وجود اقتصاد نشط وفعال، وبناء على وجود إدارة قادرة لها المعرفة التامة في استثمار هذه الأموال، يمكن القول بأن هذه المؤسسات لا يمكن أن تصل إلى حالة الإفلاس. وثانيا وهو الأهم التي يأتي لطمأنة الجميع، وهو الأهم، أنه من الصعب على أي دولة كانت أن تقبل أو تتحمل نتائج الإفلاس لمثل هذه المؤسسات، لأنه باختصار قد يؤدي إلى فوضى اجتماعية اقتصادية، ولا يمكن أن أي دولة كانت أن تقبل بفوضى اجتماعية وسياسية. فلا يمكن لأي حكومة كانت في أي بلد كان بأن تسمح بانهيار أو حتى بضعف الصناديق الاجتماعية، ومهما كان السبب فالدولة هي مسؤولة بدرجة أساسية عن أي عجز أو إفلاس في هذه المؤسسات. أهمية هذه الصناديق هي نظام تقاعد اجتماعي يشكل حلقة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي التي لا نمو مستدام من خارجها. لا يمكن أي دولة أن تحقق تنمية مستدامة خارج هذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات هي الدولة تضمن من خلال نظام اقتصادي قوي، تضمن خلق فرص عمل وتضمن موظف فرص عمل للمجتمع، لأفراد المجتمع، وبعد سن 55 أو 60 تترك المجال لمثل هذه المؤسسات أن تتكفل بالموظفين الذي يصل أعمارهم إلى 55 بفضل النظام الاجتماعي. لازلنا في أهمية هذه الصناديق. إن أمان الشيخوخة والتغطية الصحية بعد سن التقاعد يشكلان عنصر استقرار للقوة العاملة وللقوة الانتاجية بما فيها صاحب العمل، فمعنى ذلك أن الإفلاس يعني تدمير وضعهم المعيشي، خاصة وأن أكثرهم يعتمدون على المعاش التقاعدي كما ذكرنا. فهذه المؤسسات وجدت لرعاية الموظفين والعاملين وتوفير لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل، أما بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، إضافة إلى توفير العناية الطبية للمصابين منهم بإصابات عمل وتقديم التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. وهذا جزء من النظام الاجتماعي الذي تعمل الحكومات على رعايته وتنفيذه. المطلعون على واقع الصناديق الاجتماعية يعرفون تماما بأن هذه المؤسسات مثل ما قلنا وجدت لرعاية الموظفين والعاملين وتوفير لهم ولأسرهم حياة كريمة، ولذلك مطالبة هذه المؤسسات باستمرارية وجود السيولة وباستمرارية ديمومة مثل هذه المؤسسات. تعتمد مثل ما قلنا تعتمد هذه الصناديق أو التأمينات الاجتماعية في عملها بشكل أساسي، وكما ذكرنا قبل شوي، على الاشتراكات التي يدفع الموظفين وأصحاب العمل اللي هو الحكومة، وتمثل هذه الاشتراكات نسبة من الراتب الأساسي. ففي البحرين مثلا يدفع 6% الموظف و 12% من راتب الحكومة، تدفع 12%. وعلى هذا الأساس فإن هناك حقيقتان في غاية الأهمية، وهو أولا أن الموجودات والاستثمارات وكذلك السيولة في هذه الصناديق تكون هائلة مقارنة بكثير من المؤسسات المالية الأخرى. الأمر الآخر، أموال هذه الصناديق هي في الواقع أموال الموظفين، أموال المتقاعدين، وهم وعلى ذلك هم الأحق في معرفة الكيفية التي تدار بها هذه الأموال ومجالات استثماراتها. ولذلك في كثير من البلدان مثل ما قلنا قبل شوي، معرضة هذه المؤسسات للإفلاس ولأخطاء ولتغيرات اقتصادية. ولذلك في كثير من البلدان عندما تكون هذه الصناديق في وضع مالي صعب، يفتح تحقيق شامل وشفاف في إدارة أصول وفوائض هذه الصناديق، سبب للوقوف على أي تقصير أو اختلال
في عملية إدارة الأموال والممتلكات، في ولمعرفة هل هناك الطريقة الاستثمارية أو السياسة الاستثمارية لهذه المؤسسات كانت فعالة أم لا، لأن هي عملية إدارة هذه الأموال. إذا أخذنا هذه الأموال وهذه الإدارة على سبيل المثال كانت فاسدة مثلا، لعب فيها الفساد المالي الإداري أو المالي، لم تستطيع هذه مثل هذه المؤسسات في تحقيق أهم عنصر في هذه، وهو ديمومة واستمرارية هذه المؤسسات. إن نجاح واستقرار هذه الصناديق يرتبط بشكل كبير، يمكن استخلاص النتائج هذه، أولا الوضع الاقتصادي للدولة، لا يمكن لهذه المؤسسات أن تستمر في ظل وجود ركود اقتصادي، لأن وجود ركود اقتصادي على سبيل المثال الاقتصاد لا يخلق فرص عمل، ومن ثم هذه المؤسسات بتعاني لأن فرص عمل غير موجودة وضعف، ومن ثم ضعف الاشتراكات. ثانيا بوضع سوق عمل بشكل خاص يرتبط بوضع سوق العمل، يعني على سبيل المثال إذا سوق العمل غالبية من العمالة الأجنبية، نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية وهم غير مسجلين في هاي، فأغلب فرص العمل الذي خلقها الاقتصاد تذهب إلى عمالة أجنبية، ومن ثم هذه النسبة كبيرة من الاشتراكات، أو هذه المؤسسات تفقد نسبة كبيرة من الاشتراكات. الشيء الثالث اللي يعتمد على هذه المؤسسات الكيفيه التي يتم بها، مثل ما قلنا الكيفيه التي يتم بها استثمار الفوائض الماليه للصندوق، وكذلك الكفاءه الاداريه لمجلس الاداره ومدى قدرته على منع سوء استخدام اموال الصندوق ومنع ايدي المفسدين من الوصول اليها، اضافه الى عوامل اخرى لا تقل اهميه مثل نظام التقاعد المعتمد الذي يضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزامات المالية من خلال أن يكون عدد المساهمين قادر على تغطية التزامات المستفيدين. إن استقرار ونمو الاقتصاد الوطني يعني زيادة التوظيف، يعني أيضا ارتفاع الأجور والرواتب، يعني أيضا زيادة عدد المشتركين في صناديق التقاعد. لا تقول لي في اقتصاد يعاني من صعوبات مالية ومن صعوبات اقتصادية هذه الصناديق قادرة على الاستمرار، إلا ممكن إذا كانت هذه السياسة الاستثمارية نجحت في تعويض نتائج السلبية للوضع الاقتصادي ولفترة معينة، ومن ثم زيادة بهذه الطريقة يستقوى الصندوق ماليا وتتعزز قدراته على الوفاء بالالتزامات المالية. إن استمرارية اشتراكات العمال والموظفين يعتبر شرطا أساسيا لضمان ديمومة هذه المؤسسات، فكلما ارتفع عددهم كلما ارتفع حجم رأس المال الصندوق، ولا يمكن ضمان ارتفاع عدد المشتركين وزيادة اشتراكاتهم إلا من خلال اقتصاد مستقر مزدهر يحقق معدلات نمو المطلوبة وله قاعدة إنتاجية متنوعة وقادرة على خلق فرص عمل في مختلف القطاعات. وعلى ذلك يمكن القول أن العدو الأول لاستقرار واستمرارية صناديق التقاعد هو ضعف الاقتصاد الوطني، فعندما يمرض الاقتصاد ركود اقتصادي ويكون عاجزا على خلق فرص عمل للموظفين، أو أن الدولة تعاني من انخفاض في إيراداتها العامة وتعجز عن تمويل وإسعاف هذه الصناديق، فالنتيجة الحتمية ستكون عجزا ماليا لهذه الصناديق. ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للدولة فقد يتفاقم العجز إلى إفلاس، وفي مثل هذا الوضع لن تكون صناديق التقاعد لوحدها في جدول المؤسسات المفلسة، وإنما العشرات بل المئات من الشركات العامة والخاصة. العدو الآخر لاستمرارية هذه الصناديق هو سوء استخدام الفوائض المالية، الفساد الإداري، بين قوسين الفساد المالي، حيث أن حسن توظيفها من خلال عملية استثمارية مدروسة يساهم في تنويع مصاري داخل الصندوق ويحميها من الإفلاس. الفساد المالي في مثل هذه المؤسسات يؤدي إلى تآكل مواردها المالية وانهيارها
هذا ما لزم مني، الوقت ضيق، وشكرا لحسن استماعكم.